الافريقيه، بطوله بتعني ليكم كتير كجيل من الاجيال الذهبيه في تاريخ النادي الاهلي. والله طبعا يا حبيبي، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك على قناه الاهلي في واحد معدي اهو، باين باين يا جماعه، تمام باين. والله طبعا يعني اديك انت قلت اهوت، هو ده النادي الاهلي. انت دايما بتلعب كل يومين بتلعب بطوله، فدي حاجه كبيره جدا. فالحمد لله طبعا، طول ما احنا بنلعب على بطولات، طول ما احنا بنبقى عايزين نكسب بطوله ثانيه وبطوله وبطوله وبطوله، فدي حاجه كبيره جدا. فهاتهم هاتهم النبي، تعال تعال يا تعال تعال اطلع، يلا اطلعوا في التلفزيون. والله طبعا فدي بتبقى حاجه كبيره، ودي انا قلتها وهقولها في كل اللقاءات، ده قدر لعيب نادي الاهلي اللي انت بتلعب يوم فبتطلع اللي بعدها بيومين تاني بتبقى عندك بطوله تاني، فدي حاجه كبيره جدا. فبقول لهم مبروك لجمهور نادي الاهلي، ودايما معانا ان شاء الله، ودايما نحقق بطولات ان شاء الله. حسين الكابتن شوبير قال تحياتي وكلام كتير قوي لحسين الشحات، شايف الكلام ده وبطوله طالعين من بطوله السوبر بنفس الدوافع بنفس الحافز، اعتقد الرد النهارده كان مميز جدا في ارض الملعب. طبعا والله تحياتي لكابتن شوبير، وبقول له ربنا يخليك ومبروك يا كابتن شوبير، ومزيد من البطولات، ودايما نفرح مع بعض. وبقول له يا كابتن اديك شايف، انت عارف وانت لعبت في النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي انت بتطلع من بطوله على بطوله. احنا لسه ما كملناش 4 ايام كنا بنحتفل من بطوله، خلصنا عندنا بطوله ثانيه، فدي حاجه كبيره. فالحمد لله، وبقول له يا كابتن ادعي لنا ادعي لنا في اللي جاي ان شاء الله يا كابتن. حسين انا عايز اروح معاك يعني اللي ليها جزء كبير جدا وفضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، اعتقد يعني ست كل هي كلام كتير جدا يتقال في حقها، لكن لو ليه حد ليه فضل على حسين بعد ربنا سبحانه وتعالى فوالدتك، فاكيد ربنا يديها الصحه. حابب تقول لها ايه النهارده؟ والله طبعا بقول لها ربنا يخليك ليا وخليك لينا، وانا عايش على دعواتك، فدي حاجه كبيره جدا. وبقول لها ربنا يخليكي ودايما ان شاء الله. هي بتقول لك هي بتدعي لي حبه في خلل. الحمد لله يا رب ان شاء الله. الحمد لله. يعني تحياتي الاول للكابتن شوبير لحضرتك والكابتن حسين. ربنا يخليك يا رب، بحبك وبحب ابنك والله، ربنا يخليكم، ربنا يديكم ان شاء الله. حابه تقولي ايه لحسين وانت دايما هو في لقطه البطوله حريص ان انت حضرتك تكوني دايما موجوده؟ موجود. لازم اكون موجود يا كده، ما نزعل من بعض. يا حسين انت هتزعل الحاجه خالص؟ فيه ما اقدرش ما اقدرش زعل حتى. لا لا ما اقدرش ازعل منه، ده حبيبي، ما اقدرش ما اقدرش. محمد بقى مين الاهدى، محمد ولا كابتن حسين؟ الاثنين حلوين بس لازم يبقى في شويه شويه كده. محمد دايما بنتكلم على ان ست كل ليها الفضل الكبير جدا على حسين بعد ربنا، كل فرد في الاسره اكيد له دور مع حسين الشحات، لكن الجزء الاكبر بعد ربنا اكيد بيرجع لها. طبعا الحاجة هي الجزء الكبير في حياتنا طبعا، ولولا دعواتها احنا مش هنوصل اللي احنا فيه دوت. ربنا يخليها لنا كده وتفضل حصها في الدنيا يا رب. حسين اخيرا كلمه اخيره تقولها لجمهور النادي الاهلي اللي اعتقد دايما في ظهركم في كل وقت وكل مكان. والله انت قلت اهو الكلمه، انا دايما بقولها ودايما وهقولها تاني، طول ما هم في ظهرنا وطول ما هم معانا، طول ما احنا هنحقق بطولات ان شاء الله، ربنا يكرمنا وان شاء الله نقدر نفرح مع بعض دايما ان شاء الله. شكرا يا كابتن حسين وبالتوفيق اللي جاي ان شاء الله حبيبي.